الشكوى الأساسية للناس أنا عندي تجاعيد وشكلي أكبر من سني، أو أنا طول الوقت شكلي غاضب رغم إن أنا مش غاضب ولا حاجة، بس دي بتدي إحساس للناس إن أنا مكشر زيادة عن اللزوم. كل ده بنعمل معاه إيه؟ بنحقن فيه البوتوكس. هو إيه أصلاً بقى البوتوكس؟ البوتوكس هو مادة وظيفتها الأساسية إنها تسبب ارتخاء في العضلات، مرخصة من زمان جداً للتجميل لتقليل التجاعيد الحركية في كل مكان في الدنيا. بتعمل ايه؟ بتروح جوه العضله توقف حركتها شويه. طبعا مش المفروض ان احنا نحقن كتير لدرجه ان الوش كله يبقى ما بيعملوش انطباعات ولا تعبيرات، بس ما بنسيبش العضله نفسها شديد منقبضه طول الوقت وشد على الجلد فمسببه تجاعيد، وفي بعض الاحوال بتسبب صداع. البوتوكس بيدخل العضله بيقلل قدرتها على الانقباض، فتبتدي العضلات المشدودة طول الوقت اللي هي مبينة شكل غاضب ترتخي، العضلات اللي في الجبهة من فوق اللي عاملة خطوط عرضية كده بترتخي، العضلات حوالين العين دي الوحيدة اللي بتطلع من الضحك مش من التكشير بس برضو بترتخي. كل ده بيفيدني بعد كده، بيدي شكل أصغر، بيخلي شكلي مرتاح أكتر، بيخلي شكلي مش غاضب. البوتوكس بيقعد قد ايه؟ بيقعد من 4 ل6 شهور، في بعض الاحوال مع تكرار الحقن بيقعد اكتر، مش علشان هو نفسه قعد اكتر لكن عشان احنا خلاص اتعودنا ان عضلاتنا ترتخي. من ضمن الحاجات المفيده جدا لان انا اقلل شويه من ظهور التعبيرات الحركيه ان انا البس نظاره شمس عشان على الاقل وانا في الشمس ما اضطرش اكشر جامد حوالين العين، لكن الضحك ممكن الناس تضحك مفيش مشكله.